أعلنت لجنة نوبل في 11 من أكتوبر الجاري تخصيص جائزة السلام لرئيس الوزراء الأسيوبي الدكتور أبي أحمد لجهوده في عملية السلام على البيئة. ورغم أن أبي أحمد قبل اتفاقية الجزائر التي أنهت الحرب بين البلدين على خلاف أسلافه، إلا أن السلام بين البلدين لم يرى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. للحديث حول هذا الأمر وما أحدثه من رد فعل على المستوى الإريتري والدولي، يسرنا أن نلتقي مع الإعلامي السيد صالح قاضي جوهر من محل إقامته لولاية كاليفورنيا. وصالح قاضي مؤسس موقع واتي ومؤلف كتاب في الملوك وقطاع الطرق وأصداء بسيطة، لديه خبرة ومعرفة بتاريخ وسياسات منطقة الغرب الأفريقي، شارك في سلسلة من المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالمنطقة. مرحبا بك أستاذ صالح. أهلا وسهلا، مساء الخير أحمد. الله يخليك، أنت معنا طبعا في إذاعة صوت إريتريا من ملبورن. أستاذ صالح، إذن صوتك هنا حيث يوجد يعني الأهل والأغرباء والوالدة والأشقاء والأصدقاء، ماذا تقول لهم في البداية؟ سلامي وشوقي كثير، إن شاء الله نتواجه في أقرب وقت ممكن، عسى أن يمكنني من السفر. نعم، وسلامي لكل الأصدقاء والأهل والأحباء. يسأل هو وهم بالتأكيد يستمعون إليك الآن. أستاذ صالح، أحد الأسباب الرئيسية لحصول أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام هي قبوله باتفاق الجزائر والجلوس مع إريتريا، لكن على أرض الواقع لم يتغير شيء ملموسا، كيف تقرأ هذه المفارقة؟ جائزة النوبل؟ نعم، لو اللجنة المكلفة بتوزيع أو بإعطاء الجائزة رأت بأن تعطي أو تمنح أبي أحمد الجائزة، فكان بإمكانها تختار أي موضوع آخر أفلح فيه، لكن فيما يخص في سلام بين إريتريا وإثيوبيا فهذا طبعا غير موجود وغير صحيح. فطبعا كمثل باقي الإريتريين مستاء نوعا ما بنازل من المنح. نعم، لكن مجرد قبولي باتفاقية الجزائر مثلا اللي كانت مرفوضة من أسلافي، يعني ألا ترى في ذلك حسن نية ربما؟ والله أنا كشخص معارض ما أعمل بحسن نية، أعمل بما أراه وبأدلة دامقة ثابتة بأقاويله وأفعاله وتصرفاته. حسن النية هذه تكون لما هو يعطينا حسن نية كإريتريين مظلومين في بلدنا، و يجب أن ننعم بالسلام وأن نستقر، فلذلك حسن النية متبادل، يعني ما يكون من جهة واحدة، مع أنه نحن ضعفاء وهو قوي، فبالتالي هو اللي المفروض يعطينا حسن النية. نعم، ما الذي يمنع رئيس الوزراء من تنفيذ بنود الاتفاق؟ يعني المعنى شنو بعد مرور أكثر من عام، ليش الأمور متوقفة إلى هذا الحد؟ أعمال بهلوانية صارت، لأنه الكل يعرف لو أي واحد طلع على الخريطة بيرى انه بين اريتريا واثيوبيا في اقليم تجراي، والحدود اللي صاير مشكله في الوقت الحاضر هو مع تجراي، وبالتالي حتى الحكومه المركزيه الاثيوبيه ما ممكن تتجاوز يعني المنطقه اللي فيها حدود ويعني تصل الى اي اتفاق مع اريتريا. فهذه طبعا على ما اراه انا انه الخطه والحدود الاريتريه الاثيوبيه قاعدين يستعملوها ككرت مفاوضه. جميل، يعني تعتقد التجار تحديدا هم المانعين لاتفاق السلام او الواقفين صدا منيعا امام اي خطوات عمليه؟ ما اعتقد الاثنين ما عاوزين يتنازلوا من تاثيرهم او من يعني هم كل عنده مفتاح، الحكومه المحليه عندها مفتاح والحكومة المركزية لها مفتاح وإيشياس حد ذاته عنده مفتاح، فالكل قاعد يستعمل الكرت على أساس يحصل على مزيد من الفوائد أو نقاط في أي تفاوض يحصل في بيناتهم. جميل، من المفارقات ايضا استاذ صالح قاضي يعني استبعاد الرئيس الاريتري من الجائزه، يعني هو عمليه السلام تحتاج لطرفين كما نعلم، يعني لماذا تم تغييب الطرف الثاني طرف الاريتري؟ هذه لو تذكر في 91 كانت منحت نفس الجائزة لإساق رادين وشامير وياسر عرفات بالتساوي، لأنهم توصل إلى نفس نوعية الاتفاق اللي توصل إليها إساس وأبي. نعم، ولكن اليوم بعد 28 سنة نرى بأنه اتفاق أوسلو
اصبحت اخبار منسيه وكل الحاصلين عليها قد توفى ولا. فبالتالي لا اشوف باي اختلاف عن تلك الجائزه. فإسايات طبعا يكون محرج في الوقت الحاضر لانه يعني معروف ومفضوح في العالم كله. فمنح إسايات الجائزه قد تكون محرجه بعض الشيء، حتى منح ابي كمان يعني من دون الخوض في انه هل يستحقها وما يستحقها. الجائزه اصبحت كما اراه انا عمليه تحفيزيه او عمليه تشجيعيه، ما صارت مكافاه لشيء تم انجازه، لانه فيما يخص الحدود الاريتريه واثيوبيا والسلام بين اريتريا واثيوبيا لم يتم شيء فيه. فبالتالي منح جائزه وكانه يعني الارض ساد فيه السلام شيء محرج. ولو منحوا الجائزه لإسايات كان حيكون محرج اكثر. جميل. اذا هل تعتقد اساس عقبوه على 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 سياسات الدكتاتوريه الداخليه يعني، ورجل معروف يعني شديد القمع ورجل مقيم على راس نظام غير دستوري وغير ديمقراطي 28 عاما، هل راح ضحيه سياساته الداخليه؟ سياس له عناد عنيد تمام واناني، وكان يعني يعني سياسات رسميه من 50 سنة وهو قاعد تابع على نفس الشيء. فبالتالي اليوم هو يتقارب على السبعينات تقريبا من عمره، فما اعتقد يتراجع، لانه الواحد في مقتبل عمره في الخمسينات ممكن الواحد يامل انه الشخص هذا ممكن يتراجع، لكن في العمر ده ما اعتقد اساس حيتراجع. نعم. إذا استاذ صالح، أيضا اتفاق السلام مع اثيوبيا رغم انه يبدو حبرا على الورق لكنه يظهر اعطى تحرك اوسع لافريقيا، كانه اخرجه من عزلته يعني، رفع الامم المتحده العقوبات مثلا، توزيع الجوائز الاقليميه، يعني هبات موعوده من دول المنطقه والاتحاد الاوروبي، كيف تقرا هذه الزاويه؟ انا اشوفها كلها تاثيرات السعوديه والامارات الله بارك الله فيهم يعني. هذول هم اللي قاعدين يدعموا الاثنين، طبعا لهم اطماع وسياسات خاصه بهم يعني. السعوديه طبعا موضوع اليمن وما يلي، والامارات طبعا عايزه تتوسع وتسيطر على يعني مقدرات المنطقه. فإسايات اصبح كوسيط فيما بيناتهم وبين اثيوبيا، ويكون كمان يعني زي كلب نباح او تهديد لو الحكومه الاثيوبيه او ابي بالتحديد لو طلع من الخط اللي هم رسموه لي يمكن يخوفوه بإسايات. ولو إسايات كمان قل ادب شويه يخوفوه بابي. فهذه اللعبه اللي قاعدين يلعبوها السعوديه والامارات. على صعيد اخر يعني، ردد ابي احمد في اكثر من موقف، مساله تفويضه للحديث عن اريتريا والنيابه عنها، الى اي حد تراه جادا في ذلك؟ برضه هذه زي ما تفضلت سابقا يعني، هل نحن ناخذها بحسن نيه؟ لانه في بعض الاثيوبيين السياسيين الاثيوبيين بيدعوا بانه ابي احمد قاعد يعمل العمليات هذه كلها بتخطيط وبحساب حتى يوقع إسايات في فخ. هذا اللي بيقولوا، لكن انا ما اصدق الكلام ده، لانه نحن زي ما قلت لك بالاول بنرى اثنين، في شيء اللي هو ممكن الواحد يستنتج، وبالمقابل في اشياء قاعدين نسمعها وتصريحاته وتصرفاته، فنحن ناخذ بالتصريحات والتصرفات اللي هي دليل في ايدينا. ولا يعني نقيس الامور بنياته او باستنتاجات قد نتوصل اليها. نعم. لكن استاذ صالح يعني من كل الهيلمان ده صح التعبير يعني، هل وصلت اثيوبيا الى ما تريده من موانئ مثلا وموارد اريتريا تحديدا؟ يعني ماذا حقق ابي احمد خلال العام؟ ماذا تحصل من اريتريا؟ لا يحصل شيء، شويه دقيق وشويه قيسو ومش عارف ايه وكمشينكو، يعني ما حصل خير تجاره محدوده لكم شهر وحليمه عادت الى حالتها القديمه. لم يتم شيء ملموس. ولكن الامارات قاعده تدفع طبعا خط اناديب من عسد الى داخل اثيوبيا، و يعني صيانه الطرق اللي هي لم يستعملها احد منذ حروب سنه 2000. نعم. فهذه طبعا فيها ايادي زي ما قلت لك، كل المشاكل اللي حوالينا نحن قاعدين يعني بتاتينا من السعوديه والامارات في الوقت الحالي.
نعم، البعض يقول ايضا ابي احمد قد نال الجائزه لما حققه من تقدم داخلي مثل العفو عن السجناء السياسيين، اطفاء الشرعيه على معارضه الخارج، محاربه الفساد على سبيل المثال. لكن من المفارقه استاذ صالح ان اثيوبيا ايضا تواجه اليوم نزاعات اقليميه وعرقيه وتشرد داخلي ورخو امني في بعض المناطق، كيف ترى الصوره؟ اثيوبيا ليست مستقره وليست افضل حالا من اثيوبيا بالنسبه للمخاطر اللي بيواجهها او النعرات العرقيه والاثنيه واللغويه يعني الحاجات هذه كلها موجوده يمكن بنفس المستوى الاريتري، لكن احنا يعني نرفض الاجحاف ما نجحف بحقه. فالراجل عمل طبعا عمل الكثير نعم بالبلد، حقوق الأقليات الدينية أو العرقية كلها هذه مؤمنة حاليا، حقوق التعبير مكفوف، السجناء النساء كثير النساء نعم نعم ولعب دور مهم كمان في السودان. جميل جدا. يعني إذا ممكن نقول نحن موجود يعني الإنجازات الداخلية فعلا يعني ملموسة، واحد يعترف بها. طيب لو تحولنا لردة فعل الإريتريين المعارضين لحصول رئيس الوزراء الأثيوبي للجائزة، يعني المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي على سبيل المثال هنأه، أطراف أخرى احتجت وكتبت للجنة نوبل، كيف تقرأ هذه الردود؟ يعني هي قرارات لجنة نوبل يعني نافذة، يعني ما حد يراجع كتاب ولا عمل حاجة، يعني مؤسسة زي نوبل ما حد تراجع بكتاب وبكتابين يعني. فأعتقد خطوة مش موفقة، يعني خطوة مش موفقة بالنسبة لي. نعم، دعني اسالك بصراحه في ذي ما قيل من اكثر من طرف ان فرق يعني لم يكن عنده مانع لربط اريتريا مع اثيوبيا، هل تعتقد انه بامكانه ان يتجرا الى حد يعني يغامر فيه بسياده البلاد؟ والله ما اعتقد، هذه مستحيله، يعني مستحيله. لو واحد مستجد سياسه وما يعرف الاوضاع الاريتريا ممكن يعمل، لانه ضعيف اليوم وقوي الغد. نعم تمام، فحتى لو الشعب الاريتري اصبح يعني ضعيف في الوقت الحالي، ممكن اي تطورات اقليميه او تطورات عالميه قد تغير الموازنه، ونحن في منطقه خطره يعني. فما اعتقد ما 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 اعتقد يصل للدرجه هذه. نعم نعم، اذا والتجار استاذ صالح، لماذا التجار يعني يقفون صد المنيع في تنفيذ بنود الاتفاق؟ لماذا هل تعتقد انهم يعني ما اعرف بيقصدوا اصيات لهذا الحد، يحاربوه لهذا الحد؟ ما الهدف من ذلك؟ عدلك شويه عمليه اللمه هذه التجارب اجمالي ما احبذها، لانه الاليت او النخبه السياسيه في المنطقه كلها عندها داء ما تقدر تعيش من دون نعرات، لانه في تاريخ اثيوبيا كان في عصر بيسموه عصر الامراء. نعم. حيث اي واحد كان عنده اقطاعيه ويعني خربوا البلد لحوالي 20 30 سنه تقريبا اعتقد، زمن مسافتين بيسموه. فهذه العقليه مسيطره على النخب وخاصه النخب السياسيه الحبشيه ان صح التعبير. نعم. سواء كانت في اريتريا او في اثيوبيا، وكل الحروب لو شفت التاريخ تاريخيا لو شفت كل الحروب تاتي من المنطقه هذه، لانه عمرنا احنا ما عانينا من منطقه الصومال مثلا ولا بن شنقول ولا الاورومو ولا الافر ولا اي واحد. كل التاريخ يعني 2000 سنه تقريبا حروب واقتتال كلها منشاها المنطقه الضيقه هذه، لانه التركيبه السكانيه او التركيبه الاجتماعيه السياسيه في المنطقه هذه هي فلاحين. تمام؟ نعم. منطقه فلاحين، وفي عادات وتقاليد تقديس الارض دون الانسان، هذه عاده موجوده، وسيطر عليها كمان التفكير الكنسي وعمليه الانا والتفوق والحاجات هذه موجوده فيها من العيوب. طبعا كل الشعوب الاخرى عندها عيوبها، لكن هذه العيوب اللي قاعدين نعاني منها اكثر، يعني لانه تاتي الينا محمله بالشوفينيه والشعور بالتفوق و يعني والايمان بالعدلات او بالسيوف وبالسلاح وحاجات هذه، يعني وعدد وكثره العدد.
جميل. على صعيد اخر استاذ صالح، يعني نتابع منذ فتره يمكن طويله تقريبا برنامج نقاريت على اليوتيوب الذي تناولت في عده قضايا من بينها مشروع اغازيان. كيف تقرا هذا التوجه؟ خلينا نركز في هذا الجانب ما دام نتحدث عن التجارب. ماذا ترى في مشروع اغازيان؟ اول انا اللي ما يسماش عمري ما بسميهم باسمهم، يعني انا بعرف ان في مجموعه فاشيست، نعم هذه تسميتهم اللي انا بعرفها، يعني اي واحد بيعتبر نفسه افضل من الغير من اي ما كان منشأه، لو يعتبر انه هو افضل من غيره بحكم اللغه وبحكم اي شيء، هذا يعني فاشيستي. الاسم اللي سميت انا عمري ما بستعمله، يمكن مره اكون استعملته مش اكثر. لكن المرض ده موجود، وخاصة في ما بينات تجراي، في بي يعني في منطقة تجراي تقريبا، النخبة كل مرة أول ما يضيق بها الحال مع إثيوبيا تلتفت إلى إريتريا، وأول ما تكون مرتاحة برضه تلتفت إلى إريتريا، فنحن سلامهم بنخاف، وعدم سلامهم كمان بنخاف، يعني في كلا الحالتين نحن مهددين، لأنه المخرج اللي بيشوفه هو بينفسوا عن نفسهم او بيلقوا مستنفذ في اريتريا، وهذه طبعا خطر قائم من مئات السنين. ومش جديد، يعني مش جديد، لانه هم لما يروا الايض الكبير اللي في المنطقه هذه، وخاصه المجموعه اللي سميتهم هذولا، ما بيشوفوا غير مجموعه من الناس سواء كانت في تجراي او في اريتريا اللي ما تدين بديانتهم، واللي ما تتكلم بلغتهم، واللي ما تكون من نفس العرق اللي هم ينتموا اليها، الناس الثانيه ما بيعطوها اي اعتبار. جميل. هل تعتقد انهم يعني عارفين الخطوره بتاع، يعني قاعدين ينادوا باقامه دوله قوميه طبعا بالمنطقه، يعني الا ترى انه حيكون هناك ثمن باهظ لهذا المشروع او لهذا النظام؟ والله يا ريت، كان بودي لو كان يكون عندهم عقول، لكنها قاعدين نتعامل مع ناس يعني مع بالمؤاخذه يعني تيوس، يعني عقولا جدا ضيقه، افقهم جدا ضيق، ما بيعرف العالم كيف بتمشي، ما يعرفوا شعبهم، الشعب اللي بيقولوا عليه بيتكلم عليه ما بيعرفوا، كل واحد طالع من قريه ولقى نفسه في دوله ديمقراطيه سواء كان في المانيا ولا السويد ولا امريكا، ومرتاح عايش في ظل الديمقراطيه والمساواه والعداله، وعيونه كلها في القريه، لانه هو طلع من القريه بس القريه ما طلعت من راسه. فهذه المشكله هي ذو العقول الصغيره. جميل. استاذ صالح، لماذا اخترت لغه التقنيه فقط في برنامج نداريت؟ التعليقات اللي بتجينا والطلبات اللي بتجينا هي ترجم لنا بالعربي، ترجم لنا بالتجري، ترجم لنا بالانجليزي، ولو تكلم الواحد العربي والانجليزي ترجم لنا الى التجرينيا. فبعض الناس بيفتكروا ان الواحد عنده 90 ساعه في ال 24 ساعه، يعني انا عندي 24 ساعه وانا مش مؤسسه، تمام؟ شغل فرد، اجتهاد شخص، الواحد يعني يشوف حسن مثلا الساعه كم؟ الساعه 1:30 الليل. نعم احنا اسفين في الوقت ضيق، عارفين. لا 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 هذه حاجه طبيعتي، يعني انا عايش كده، يعني نعم يا دوب لو نمت 5 ساعات 6 ساعات حسعى بكره اشوف ساعتين ثلاثه مواضيع عواتي، وساعتين ثلاثه يمكن يكون عندي تسجيل بكره بالنسبه لنجاريت وهكذا. ومع ده كل الواحد عشان يتفرق انه يترجم يعني صعبة شوية، يعني الناس لازم يكون عندها نوع من التقدير. بس أنا يعني أحس في نفس الشيء، كثير من الناس اللي بيقولوا ترجمة يا ريت لو أخذوا مبادرة وهم كمان ساعدوا أنا قاعد أقدم برنامج، فالناس اللي عندها مقدرة المفروض تترجم، على الأقل تنسق أو تفرق الموضوع وتبعته، ممكن نلقى واحد ثاني أو ما ممكن أنا كمان ألقى له وقت حتى ندخله في الفيديو، لكن ان تعمل كل الحاجات هذه ولا مؤسسه انتاج ما تقدر تعمل، يعني انت شغال في اذاعه تحضير على المقابله هذه، كم من وقت اخذ منك؟ يعني ما تقدر تقدره بالكلام ده. كان انا بودي يا ريت والله في نفس اللحظه اتكلم بكل اللغات اللي بعرفها والحمد لله، لكن يعني ما بيقدر الحين، يعني ما اقدر. صحيح اكثر من اللي قاعد يقدمه ما اقدر. ولكن وبالنسبه للتجرينا، سؤالك الثاني ليش انا اخترت التجرينا؟ لانه يعني
بشوف اولا الناطقين باللغه العربيه، خليني اقول لك اياها بكل صراحه، اي واحد فينا فاكر نفسه محطه اذاعه وما يحب يتعاون يعني. حاليا لو اي واحد سمى نفسه اذاعه اذاعه اذاعه، لو دول اتجمعوا واشتغلوا مع بعض كان حيكون انتاج جيد جدا يعني على مستوى. لكن الطاقات هذه كلها مبعثرة، أي واحد قاعد في السالون ويتكلم لوحده وفاكر نفسه إنه هو إذاعة أو شيء يعني. فالحديث هذا أي واحد فينا بيتكلم في القهاوي مش هيقوم مش طول النهار كنا بنتكلم نعم هذا نفس الشيء اللي قاعد يطلع في 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 الفيسبوك هو ده يعني. لا يفكر في اللي في ما يعمله يعني. بصراحة التقديم رديء يعني، اسلوب قاعد يضعف الناس الجاده اللي عاوزه تشتغل في مجال يعني، مش سايبين لنا مجال حتى. فكيف ان الواحد لو تعاون مردوده او النتيجه كانت حتكون افضل. اي واحد عاوز يشتغل لوحده، المواطن الاعلامي استاذ صالح سمعت اكيد بالشعار يعني، اي مواطن بقى اعلامي في العصر هذا يعني. ما هو هي دي المشكله يعني. انا قلت والله يا يمكن دي فوره وبتعدي، لكن ما شايف ان هي قاعده تعدي يعني، هو بالعكس قاعده تكبر يعني. والنعرات اللي قاعده تجي مننا نحن الواحد كمان يعني في بعض الاحيان لازم نتكلم الصح يعني. اللي قاعد يحصل الجماعه اللي انت سميتهم دول اللي عاوزين الفاشيست بتاعتنا دول، نعم في الناطقين بالعربيه أسوأ منهم يعني. في حاجات نعرات عمرنا ما سمعنا عنها قاعده تطلع في الفيسبوك حاليا يعني. قبائل ومش عارف ايه يعني، عيب يا جماعه. الواحد لو مش شايف في نفسه مقدره يعني على الاقل يعني يكفي شره للناس يعني. احنا اللي فينا كافينا يعني. جميل، ينسحب يا اخي، يد المجال للناس عندهم قدرات وكفاءات يعني يمثلون. خلينا يتعاون. انا صار لي 20 سنه يجي يا اخي الباب مفتوح، لو عاوز عنده حس اعلامي عاوز يشتغل في الاعلام يجي يتعاون. نعم نعم استاذ صالح، انت فعلا سمعتك كذا مره بتوجه نداء، وحتى نداء للدعم ونداء للوقوف مع عواتك، كيف تجد التجاوب سواء كان من الناحيه الماديه او الناحيه الاعلاميه؟ يا اخي في خمول. في خمول، الناطق باللغه العربيه في خمول رهيب يعني. فما هو لدرجه انه هو ياسس نفسه او ينزل نفسه بحيث انه يكون هو قادر لعمل شيء. مع الاسف الناطقين بالتقرينيه مهما تفكيرنا فيهم يعني دولة يعني عندهم أهداف ورايحين للأهداف تمام؟ وهم القوة الوحيدة للمؤسسة. فأنا بدل ما أخاف 20 شرزمة يعني من 50 قبيلة ولا منطقة ومش عارف إيه، أفضل لي إنه خاطر ناس قاعدة تشتغل يعني من ناحية. وبعدين أنا أعتبر نفسي طبعا باي كالتشرال يعني، أنا بفهم الثقافتين. فأعتقد من اولها يعني شعاري هو شعار الريكونسيليشن والصلح يعني الصلح المصالح الوطنيه. نعم تمام. فبالتالي الخدمه اللي قاعد اعملها انا هي شيء يعني سميه جسر يعني، بحيث انه الناطق بالتقرينيه الاشياء اللي ما يفهمها عن المكون الاريتري الاخر هذه اللي قاعد اشرحها يعني وجهه نظر الجهه الاخرى. فانا قاعد اشتغل في تقارب الاثنين، لانه في النهايه انا ما عندي ولاء الا للوطن. نعم نعم، هذه النقطة أنا أؤمن فيها بالتأكيد. اليوم شايفك برضو كاتب تقرير عن المؤتمر اللي عقده طبعا الحزب الإسلامي للعدالة والتنمية، فجميل جدا. ما بتلقى هذه المادة مثلا بالتقرينية والإنجليزي عن هذا المؤتمر وعن هذا الحزب، فأنتم كتبتوها اليوم بالإنجليزي، ففعلا ده اللي نايل توصيل. يا ريت بهذه المناسبة يعني نحن القوة الناطقة باللغة العربية أصبحت عال للنداء يعني. مع الأسف مع الأسف، وهذه قاعد أقولها من مرارة. نعم. أصبحت عال. فيا ريت لو التنظيم ده إنه يتخلص من بعض الأشياء اللي كانت عاملة حرج للجميع، فلو كبر ولو ضعف واتخوى على الأقل على الأقل يكون الميدان له سحبه يعني، الميدان يكون في له قيادة، في ناس مسؤولين عنه. مش إنه أي واحد عامل تنظيم لوحده ثلاث اربع انفار، جبهه ديمقراطيه ايش، جبهه كذا ايش، جبهه الوطنيه مش عارف ايه. الواحد يعني
تسلسل الاسامي حتى يعني صعب ان الواحد يحصل صعب نعم الاسماء والعدد بشكل ايوه. فعلى الاقل لو الناس اتجمعت وعرفت تشتغل مع بعض بالاسلوب ده لان كثير من الناس محرجين انه يدخلوا في التنظيمات هذه محرجين في احراجات كثيره يعني نعم وبالتالي نعم يعني نحن في مجال السياسه مش في المجال الدعوي. المجال الدعوي اي واحد عاوز يعمل دعوه الباب مفتوح وفي ناس كثيره ما شاء الله افاضل قاعد تشتغل في المساجد في المدارس في مناطق اللاجئين يعني في ناس اعمال انسانيه ناس كثيره قاعده تشتغل فيهم نخويهم هم ندعمهم بحيث يشتغلوا حتى من عندكم ما شاء الله عونا في بعض كل فتره وثانيه بيعملوا مبادره بيعملوا حاجه بالنسبه للاجئين بس ناس بتخصص في الموضوع هذا حتى الدعم كله يكون موجه الى اتجاه واحد لكن الواحد عاوز يشتغل سياسه وعاوز يكون مش عارف ايه مدني وخيري وكذا يا اخي واحد يا اخي انا كل يوم قاعد اروح المسجد وقاعد اسمع الوعد مش عاوز وعد بلون سياسي جميل. لو عدنا لمسألة تحليلية كده نفتش فيها الأسباب ما هو أسباب ضعف الناطقين باللغة العربية يعني حسب أضرب لك مثلا أن المواقع الإعلامية بالتقنية مثلا تأسست بعد العربي مثلا لكنها تطورت فعلا يعني ومشت قدام الأسباب شنو أستاذ صالح برأيك؟ والله شوف في انحدار يعني مثلا ليش ما أديك من ضمن خذ أصلنا مثلا نعم مدعوم من المستمعين بتاعه فعلا شايفين حملات تبرعات 20 سنه بنطلب نعمل اذاعه 20 سنه يا احمد بس في النهايه يقول له يا اخي ما في لي التحيل جماعتنا ما يقدروا يعني ما شاء الله كلهم فقراء يعني واعدادهم قليله نحن يمكن 1000 نفر فبالتالي نعم. يعني الواحد وبعدين تسمع بعض الناس يقول احنا 70% نعم نعم مش عارف يمكن بسيطة ما فاعلين استاذ صالح بغض النظر على النسبة نعم نعم لا قصدي كل ما الاعداد كانت كثيرة كل ما التفاعل كان اكثر كل ما التجاوب يكون اكثر المفروض يعني الواحد مثلا لو المحطة الإذاعة تحتاج ايه؟ محطة الإذاعة تحتاج حوالي قول مثلا 10,000 دولار في الشهر مثلا موظفينا وكذا باسلوب يعني 10,000 نفر ما في كل واحد يدفع دولار في الشهر دولار في 10,000 نفر ما نقدر نطلع دولار بس احنا قاعد نشرب كابتشينو ب 4 دولار في اليوم هذا هو الاشياء العادات هذه مع الاسف ضاعت مننا هو العمل الجماعي استاذ غادي يعني احنا الى اي مدى نؤمن بهذا العمل يعني الانسان اللي ما اعرفه احنا يقول لو واحد لو ما يلقى نفسه في المشروع ما بيخش فيه ما بيدعم وما بنعرف اهميه الاعلام السلاح بتاع الاعلام يمكن الناس ما مقدره وما ما عندها تصور جيد عن الموضوع ده ابدا لانه اليوم يا يكون عندك شبكه اعلاميه ما اصبح وقت انه الواحد ياخذ له 10 كلاشينكوف ويروح يحارب الوقت ده ولا يعني اعتقد تمام الموضوع الثاني هو المال يكون عندك مال مؤثر بحيث انك تقدر تسيطر على الامور وثاني يكون عندك علاقات توظفها في دفع قضاياك في الاتجاه الصحيح هذه ما عندنا الاعداد الكبيره والاعداد اللي عندنا القليله يعني متفرقه بين مكان وثاني شيء ينظمها يعني لا عندنا مثلا ايام الثوره انا بتذكر ايام الجبهه في الستينات والسبعينات والثمانينات كان في اتحاد طلبه قوي اتحاد النساء اتحاد عمال اتحاد صحفيين اتحاد كذا وكذا دول في المحافل الدوليه كانوا يسوقوا القضيه الاريتريه اليوم مع كل الحريات ومع فكرتنا في الخارج ما قدرنا ناسس شيء يعني شيء بيفرح او شيء الواحد يعتز به يقول عندنا كذا ليه ما قدرنا نعمل اي واحد اصبح سياسي بس غير في السياسه المجالات الثانيه ما حد قاعد يهتم فيها غير في السياسه اي واحد عاوز يكون سياسي اي واحد عاوز يكون اعلامي حتى لو تذكروا في بعض الاحيان التحالف تبعنا ما استقيم حتى يعني الاشياء اللي كانت في قلبي حط الله يعني قل يعني لما سالناهم ايش المواصفات انه الواحد عشان تنظيم يقبل كتنظيم في التحالف ايش يحتاج؟ قالوا لازم يكون عمل مؤتمر اوكي ممتاز
ويكون عنده قيادة ممتاز ويكون عنده ويب سايت. قالوا نعرف يا عمو فردت من الضحك. نعم. الواحد لو عمل ويب سايت ثلاثة صفحة خلاص مؤهل يعني. وبعدها طبعا عشان الكل يكون مؤهل كلهم فتحوا ويب سايتات. والويب سايت دي ما استمرت شهر ولا شهرين سكروا لأنه إدارتها الناس بيفكروا أنه سهل إدارة المواقع. جميل. مش سهلة. مظبوط مظبوط مظبوط. نعم عملية الاستمرار هي هو التحدي الكبير. الاستمرار مش الإنشاء ولا التدشين يعني. والاستمرار. أيوة. طيب استاذ صالح ما دمنا نتحدث عن الاعلام شو رايك الاعلان المجلس الوطني يعني بسبب تدشين مع الفضائيه وكذا اليومين دول طبعا طالعين بيان واعلان وكذا طالبين دعم وتبرعات واشتراكات شهريه ما انت كاعلان طبعا معروف وموجود هل حدا اتصل بك كيف ترى هذه الصوره؟ أنا طبعاً بعد مفتاح حتى لو ما اتصلوا فيها أنا اللي اتصل فيهم بالعادة يعني. ما عندي مشكلة وعلاقتي مع كل الناس الحمد لله كويسة. فالمظلة تحتاج كل الإمكانيات. لو المظلة قالت عاوز أفتح إذاعة تلفزيون خمر صناعي لو قالت عاوز أبعث حد للمريخ المفروض ندعم لأنه دي واجهتنا. الموارد صحيح لان اللي قاعده تتوزع يمين وشمال على الفاضي المفروض يا ريت لو نوجهها لاتجاهات كده حتى تتقوى لانه ما حنقدر نعمل اي حاجه وفلوسنا مشتته طاقاتنا مشتته امكانياتنا مشتته كيف عاوزين ننتشر يا جماعه. جميل جميل لذلك يعني شكرا جزيلا لك الاستاذ صالح قاضي جوهر يعني مؤسس موقع عواتي ومؤلف كتاب في الملوك وقطاع الطرق واصداء بسيطه ولديك طبعا بالتاكيد يعني خبره ومعرفه في تاريخ وسياسات المنطقه. شكرا بالحقيقه عاوزين نتحدث معك طويل لكن عارفين الزمن معاكم اثنين صباحا وجاي من الشغل ف المعذره حتى بتلقى. الله كريم الله كريم ان شاء الله الجايات اكثر احمد ان شاء الله يكون عندنا وقت مناسب او لو عملت شيء مسجل ان شاء الله في اي وقت الحاضر يا سيدي. شكرا جزيلا لك والحديث دائما معك شيق. اعفونا لو شويه بعض الناس ممكن يزعلوا من كلام اليوم يعني من القهر يعني. لا لا دائما عرفناك صريحا دائما في نقارير في تقارير العواتي موجوده الصراحه موجوده فعلا فشكرا تشكر عليها يعني. الله يخليك. شكرا جزيلا لك استاذ. يبلغ قاعدين يستمعوا اليك حاليا معنا. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.